ترأست صباح اليوم سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بمستشفى الأم والطفل حفل تقديم شهادات شكر وتقدير وعرفان للقافلة الطبية القادمة من المملكة الأردنية الهاشمية التي زارت البلاد. المناسبة حضرها أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار ومدير مستشفى الأم والطفل والعاملين بالمستشفى وأعضاء مؤسسة القلب الكبير. تقرير رشاد حسن طه. خلال أسبوع من العمل الطبي في جراحة الأعصاب والعظام ومعالجة أمراض التشوه والملاريا التي قدمتها القافلة الطبية الأردنية المكونة من 8 أطباء مهرة في هذا المجال لصالح المرضى التشاديين بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير، كرمت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير هؤلاء الأطباء على جهدهم الذي قدموه والمتمثل في العون المباشر للمواطنين التشاديين في مختلف الأمراض. وبعد وصولها لمستشفى الأم والطفل تفقدت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو أحوال المرضى من الأطفال الذين أجريت لهم العمليات لتطمئن على أحوالهم وتمند لهم دوام الصحة. ويدخل هذا العمل الإنساني في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة القلب الكبير وشركائها، خاصة الأردنيين الذين أظهروا فنياتهم وجاهزيتهم وخبرتهم بغية مرافقة مؤسسة القلب الكبير في خدمتها الإنسانية والخيرية لصالح الضعفاء من شرائح المجتمع التشادي. الدكتور أوليفييه رئيس قسم جراحة الأطفال ومستشفى الأم والطفل عضو مؤسسة القلب الكبير أشار إلى أن ما قام به هؤلاء الأطباء مشرف والحصيلة الطبية للقافلة تؤكد ذلك. أما رئيسة مؤسسة القلب الكبير سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو قد أشادت بالدور الإنساني الذي قام به الأطباء الأردنيين الذين قدموا من عمان إلى العاصمة التشادية لإنقاذ الأمهات والأطفال التشاديين الذين يعانون من مختلف الأمراض. À la Fondation Grand Cœur, nous sommes et demeurons inlassablement reconnaissants pour les actes indélébiles. نحن في مؤسسة القلب الكبير سنظل معترفين بهذا العمل الدامق الذي قدمتموه بمستشفى الأم والطفل، وعليه تفضلوا بقبول شهادات العرفان والتقدير هذه والتي تعبر عن مروركم بجاد في خدمة إنسانية باسم مؤسسة القلب الكبير، والشكر أجزله للعاملين بمستشفى الأم والطفل الذين قدموا مساعدة مقدرة للفريق الطبي الأردني، والشكر أيضا الطبيب آدم آدمي الذي رافقنا في جميع العمليات مع التمنيات لكم بعودة حميدة إلى بلادكم. وأخيرا سلمت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير الشهادات التقديرية لكل من مستشفى عمان وقسم جراحة الأطفال وللعاملين بقسم الجراحة بمستشفى الأم والطفل وللدكتور آدم أدمي. يذكر بأن مؤسسة القلب الكبير تسعى دائما لمساعدة وإعانة المرضى الذين تصعب عليهم العمليات ويعانون من أمراض مختلفة ومستعصية بهدف إعادة الأمل في نفوسهم، وأن فتح شراكتها مع مختلف المستشفيات في العالم لدليل على جعل المرضى التشاديون ينعمون بالصحة. عقد مساء أمس بفندق راديسون الوزراء المكلفين بكل من الاقتصاد، التخطيط، الزراعة، استصلاح الأراضي، اجتماع عمل مع ممثل البنك ممثل البلاد لدى البنك الإفريقي للتنمية الذي جاء إلى البلاد مع وفد من خبراء البنك الإفريقي للتنمية. تقرير محمد عثمان بشير. يأتي هذا الاجتماع الذي عقده كل من الوزراء المكلفين بقطاعات الاقتصاد والتخطيط التنموي، الزراعة، المياه، الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي مع ممثل البلاد لدى البنك الإفريقي للتنمية أوبام لونغرين الذي جاء إلى البلاد مع وفد رفيع يتكون من الخبراء في مجالات التنمية والتمويل بالبنك الأفريقي للتنمية، ذلك بغرض دراسة مختلف مشاريع التنمية التي ستمول فيما بعد من قبل البنك الأفريقي للتنمية. وقد قدمت تلك المشاريع المتعلقة بالزراعة، المياه، الإسكان والتمدن والثروة الحيوانية كلنا لحدة، على أن يتم دراسة تلك المشاريع تمهيدا لتمويلها من قبل مجلس إدارة المصرف الإفريقي مطلع الشهر المقبل. البنك الإفريقي للتنمية شريك مهم جدا مع تشاد، فالحمد لله المسؤول الإداري وممثل تشاد في البنك الإفريقي جاء إلى تشاد
ليتابع ويقيم المشاريع أين وصلت. اجتمعنا وأي وزارة قدمت المشاريع التي وجدت دعم من قبل البنك الأفريقي للتنمية. إن مجمل النقاشات التي دارت بين ممثل البلاد لدى البنك الأفريقي للتنمية والوزراء المعنيين بقطاعات المشاريع التي تحتاج إلى تمويل من قبل المصرف الأفريقي جعلت من ممثل البلاد لدى المصرف الأفريقي عن تفاعلهم أن تجد تلك المشاريع دعما من قبل مجلس إدارة المصرف نظرا لأهميتها في تحقيق التنمية الشاملة. يذكر بأن تلك المشاريع المقدمة من قبل الوزراء المكلفين بتلك القطاعات الحيوية هي تلك المشاريع الواردة في مضامين الخطة الوطنية للتنمية 2017-2021. قامت ظهر اليوم بعثة من بنك التنمية لدول إفريقيا المركزية بزيارة إلى المجمع الصناعي لتصدير اللحوم بجرماية بصحبة الأمين العام لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني وأيضا بعض الفنيين التابعين للوزارة. تقرير أحمد خميس جمعة. لأجل الوقوف عن كثب حيث توقف مشروع بناء مسلخة الجرماية، كان ذلك هو غرض زيارة بعثة بنك التنمية لدول أفريقيا المركزية إلى أنجمينا. هذا وفور وصول البعثة إلى موقع المشروع وجدت استقبالا من قبل مدير المشروع والمشرفين والمهندسين. بعدها توجهت إلى الأجنحة المختلفة للمسلخة التي قيد التشييد، بدءا بالمكان المخصص لاستجماع المواشي قبل الذبح، مرورا بالمذبحة فمكان التشريح وتجزئة اللحوم، فالمقر الخاص بحفظ اللحوم، ثم المكان الخاص بالتصدير. كما وقفت البعثة إلى المكان المخصص بسكن العمال والوقوف على الحاويات التي بها المعدات. هذا وبعد الشرح الوافي للمهندسين للبعثة عن المشروع، كما قدم أفراد البعثة أيضا استفسارات مختلفة للقائمين بأمر البناء. وبعد نهاية الزيارة أعرب رئيس البعثة سوب تانغيتيه جيل بلاس بأن الهدف من زيارتهم هو المعرفة عن قرب أين وقف المشروع، لأنه يعد مهما للقارة الإفريقية سيما المركزية والغربية، لأنهم ينتظرون ويأملون من هذا المشروع مد الشعوب لهذه المناطق بلحوم جيدة تحفظ عن صحة سكان المناطق المستهدفة. الأمين العام لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني جبرين كرام أشار إلى أن هذا المشروع مهما للغاية ويدخل في إطار اهتمامات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث يسهم المشروع في توفير أكثر من 600 فرصة عمل للشباب ويدفع بالاقتصاد الوطني نحو التقدم. كما يلعب هذا المشروع دورا كبيرا في تطوير الاقتصاد الوطني وتقدم البلاد والمنطقة على وجه الخصوص، ويتمنى أن ينتهي المشروع في الفترة المحددة 15 شهرا من الآن حتى يرى المشروع النور ويحقق أهدافه المنشودة لصالح السكان في أفريقيا المركزية والغربية. للتذكير، فإن بنك التنمية لدول أفريقيا المركزية يعتبر شريكا مهما للبلاد.